والآن نتابع مع حضراتكم جانبا من وقائع اللقاء الصحفي الذي يعقده السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار مع بعض ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية بشأن تطورات ومستجدات الحوار الوطني، وذلك عقب انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. مهارة مدير الحوار هي اللي هتقدر تبني التوافق. طيب خلاص، احنا في مسألة اقتصادية واحنا عندنا مدارس اقتصادية، واحد شايف يمين واحد شايف شمال، برضو هذه المسألة مهمة من حيث المبدأ لكن مختلف عليها من حيث الوسائل. كويس، المقرر او من يدير الجلسة هيلخص المشكلة وهيلخص الآراء التي قيلت، وسترفع جميع الآراء للسيد رئيس الجمهورية بأمانة تامة وبعرض كامل، لن يتم استبعاد رأي ولا انتقاص من رأي. ماشي، هنا بقى يجي بقى السيد الرئيس هيشوف بقى الخريطة كاملة، ايه هي القضايا المتوافق عليها وايه القضايا اللي مش متوافق عليها ومدى وجاهة الأطروحات اللي معروضة في مسألة عدم في حالة عدم التوافق. دي الفكرة باختصار. مكاسب كتير في النص هتتحقق. رقم واحد الثقة في بعض، رقم اتنين سمعنا بعض، رقم تلاتة عرفنا المشاكل، رقم اربعة عرفنا المعوقات وعرفنا مدى قابليتها للتطبيق. يعني مثلا من ضمن الاساطير اللي احنا دايما بنسمعها، مثلا تحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري، عندما استمعنا لآراء الخبراء قال الموضوع ده اتناقش سنة كذا واتناقش سنة كذا واتناقش سنة كذا، ومعوقات واحد اتنين تلاتة ومزايا واحد اتنين تلاتة وعيوب واحد اتنين تلاتة، اللي هو هيبقى فيه بقى خلاص يعني بعض الأساطير ستتحطم على صخرة المعرفة وصخرة الوعي إنجاز التعبير. لكن كل الآراء هيكون لها احترامها. طبعا السيد رئيس الجمهورية عندما أشار لمسألة الإشراف القضائي، أنا ممكن أنظر لهذا الموضوع من زاويتين. من الزاوية الفنية الدقيقة، هناك حرص تام على سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية، وهذا محترم وعلى العين والرأس. لكن هناك أيضا رسالة أخرى يتعين التقاطها سياسيا، أنني أتابع الحوار وأهتم به وسأفعل نتائجه، والدليل على كده المدة الزمنية القصيرة التي فصلت ما بين المقترح ورد الفعل. دي رسائل سياسية تعين يعني السيد الرئيس، احنا بتوصل لنا طول اليوم هذه الرسائل الإيجابية ان الحوار مهم وان في تفعيل للتوصيات المتوافق عليها. عاوز تعلق على مسألة امير سأل الحوار سيشمل موضوع قانون الأسرة اللي الرئيس طلب من وزير العدل؟ هديك الخبر دلوقتي، هديك الخبر حالا، كنت هطلعه بيان بعد شوية بس حدهولي. بس اول اجاوب امير فتحي الاول، الامرين او الثلاثه اللي ذكرهم المحبوسين احتياطيا غير المطلوب اسمائهم من القوى السياسيه. طبعا اسمائهم ما جاتش ليه؟ اسال القوى السياسيه. بني مراح في ناس مهمشين ما لهمش ارتباط بالقوى السياسيه، اسال برضو القوى السياسيه لانها دي قوى سياسيه مفروض حسب تعريفها انها شامله للجميع. وكون انه بعض الاسماء سقطت منهم انا بعذرهم، لكن سقطت. فالامر الثاني انه الحبس الاحتياطي عموما زي ما الدكتور محمود شرح بدقه من الدستور او القوانين الموجوده، احنا بندور دلوقتي على اصلاح هيكلي، لانه الموضوع مش موضوع قضايا راي فقط. في ناس بتتحبس احتياطيا في قضايا صغيره وبيبقى من كثره القضايا بيستغرق وقت في الحبس الاحتياطي بدون ما يبقى يعني في بت نهائي في شأنه، وده امر القانون بينظمه دلوقتي على سنتين. طب السنتين دول بعدهم يحصل ايه؟ هل يجوز اتهامه في قضايا اخرى اثناء حبسه؟ هل بعد الافراج عنه نهائيا واخلاء ذمته من اي قضيه يستحق التعويض؟ كل ده امر مش هيعالج بقرار، لان احنا عندنا عشرات النيابات اللي فيها مئات الانواع من المحبوسين احتياطيا. ما تحطش عينك على اللي انت شايفهم ان هم يهموك او يهموني، اللي احنا بنسميهم قضايا الراي. في طوائف اخرى من المصريين الاصلاح الهيكلي في القوانين والتشريعات وبالتالي الاجراءات ده كفيل بحل المشكله بقدر الامكان. لكن ما قدم، انا قلت الافراجات اللي عنده تمت بما قدم،
والحوار الوطني احنا كجهه انشئت بعد يعني دعوه الحوار ما عندناش قدره على ان احنا نفحص اسماء او نجيب اسماء. وبالمناسبه بتجيلنا اسماء مواطنين ما لهمش دعوه بالاحزاب كتير بشكل شخصي، وبنرسلها وفورا للجهات المختصه وبنبعتها لجنه العفو الرئاسي، والناس بيحاولوا في ناس كتير يعني خرجوا بهذا السبيل. الامر الثاني انه المراجعات او غيره. شوف الحوار الوطني ايضا ليس جهه تنفيذيه، ومن البدايه احنا استبعدنا زي ما قلنا الفئه دي، مش مسمى الاخوان لا، المسمى الداعي للعنف. وفي بعض الجهات مارست عنف وعملت مراجعات ومعنا في الحوار. يعني انا بتكلم مثلا عن الدكتور ناجح ابراهيم وزملاء من الجماعه الاسلاميه اللي عملت مراجعات حقيقيه واثرت في التاريخ المصري ايجابيا. الدكتور ناجح مدعو للحوار من اوائل الناس اللي تم دعوتهم. حزب النور هو ما مارسش عنف، لكن في بعض الاراء البعض لا يحبه، هو حر في حبه او كرهه، لكنه مكون قانوني ودستوري من الساحه السياسيه المصريه وهو موجود معنا. قضيه المراجعات عموما لمن يعني نبذ العنف دي قضيه الحقيقه الحوار يصعب عليه، ان هو بتتطلب اجراءات تنفيذيه، اجراءات تثقيفيه، اجراءات وتصاريح محدده، لكن الفكره فكره يعني تمت في مصر بنجاح مع الجماعه الاسلاميه، ويمكن يعني في ضوء التطورات انا ما اقدرش افتي فيها الان بدقه في ظل الحاله يعني الحاليه، لكن اذا توفرت الظروف انا معاك في الدعوه دي. النقطه الاخيره الاصلاحات المرتقبه والاصلاح السياسي، احنا هو فيها امر زي ما بقول مرهون بنا المتحاورين، مش مرهون والله ما حد هيفرض تاني، والله العظيم ما في خط احمر واحد واحلفه قدامكم. لا دول مش خطوط حمراء، ده قرار مجلس الامناء. يعني احنا دستور والسياسه الخارجيه ده قرارنا فاهم، واحنا حاجه من اثنين، واحنا يا بناخد توجيهات وما بناخدش، يا بناخد قرارات ومش مصدق وترجعوا لي التوجيهات. لا ده قرارنا.